السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نناقش فيه العديد من القضايا التي تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية، سواء تلك المحلية أو حتى العربية. وحقيقة هناك الكثير من المواضيع المهمة والتي تحدثت عنها الكثير من الصحف، على أبرزها استهداف إحدى السفن المبحرة أمام خليج عدن تبعد عن سواحل عدن 75 ميلا، تم استهدافها من قبل قراصنة. هذا الفعل الخطير كانت له عدة ردود فعل، من ضمنها رد فعل للتحالف الذي قال إنه لم يتم تمكين خفر السواحل اليمنية من قبل ما أسماه المجلس الانتقالي. أيضا هناك موضوع آخر خطير للغاية، ما يقوم به الميليشيات الحوثي من تعتيم على كورونا، هم لا يعلنون إلا حالات الشفاء أو الوفيات، ويستغرب أحد المواطنين قائلا متى شفيت تلك الحالات التي أعلن عن شفائها ومتى أصيبت. أيضا هناك موضوع آخر، مدير عام مستشفى التربة في تعز كان قد وجه نداء ربما مناشدة لإنقاذ المستشفى ورفض المستشفى بالمستلزمات الخاصة، كونه المستشفى الذي تعتمد عليه منطقة التربة ككل. عموما هذه المواضيع وغيرها نناقشها ونستعرضها مع ضيوف كرام، ولكن قبل ذلك دعونا نتوقف في جولة سريعة مع أبرز عناوين الصحف. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ: قائد المقاومة الوطنية يحيي أسرى ديسمبر، الحوثيون رفضوا إطلاق الوقش لأنه هاشمي يقاتل مع عفاش. رواية الشركة البريطانية لهجوم القراصنة على إحدى سفنها قبالة السواحل اليمنية. الإعلام العسكري: الميليشيات الحوثية تستهدف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة بقذيفة دبابة. مأرب: قبائل الجدعان يحررون مواقع ويأسرون قياديا حوثيا بارزا ثأرا لاستشهاد امرأة. مواكب الموت الحوثية: استمرار مواكب الموت تشييع 54 صريعا من الميليشيا الحوثية في أسبوع. في موقع منبر المقاومة: مستشفى 48 في صنعاء يستقبل 11 جثة لعناصر الحوثي لقوا مصرعهم في صرواح بمأرب. اشتباكات عنيفة في شارعي 50 وصنعاء ومحيط مدينة الصالح في الحديدة، وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا الحوثية جراء خروقات جديدة. العميد طارق صالح يوجه تحية إكبار لأسرى ديسمبر الذين لا تزال الميليشيات الحوثية تعتقلهم رغم كذبة العفو العام السميجة. استشهاد طفل برصاص قناص حوثي في الزاهر في البيضاء. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: الميليشيات الحوثية تفشل في تنفيذ قرار الحظر في صنعاء بالرغم من تزايد الإصابات. أطقم ومسلحون حوثيون يداهمون قرى مخلاف العود ويختطفون خطباء وأئمة المساجد. ميليشيا الحوثي تختطف أكاديميا في جامعة الحديدة. ميليشيا الحوثي تغلق عددا من محطات الكهرباء لإجبارها على دفع جبايات. تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة في حضرموت. موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية: السفير البريطاني لدى اليمن يدعو الانتقال للتراجع والانخراط في حكومة موحدة. المقدم النموري يؤكد أن القوات الدولية أحبطت عملية القرصنة للباخرة التي تبعد عن سواحلنا أكثر من 120 ميلا. سكان حي عمر المختار في الشيخ عثمان يشكون استمرارية انقطاع التيار الكهربائي منذ منتصف شهر رمضان. اتفاق أولي على فتح طريق زنجبار شقرة أمام المسافرين. في صحيفة الشارع نقرأ: مسلحون على زورقين يهاجمون سفينة تجارية بقذيفة RPG قبالة ساحل المكلا. المشتركة تقتل 5 حوثيين في كسر هجوم استهدف مدينة التحيتة، والميليشيات ترد بقصف هستيري على منازل السكان. إصابة امرأة وشقيقتها بجروح خطيرة في قصف حوثي طال أحياء سكنية في حيس. مسلحون يعتدون على المتحدث باسم لجنة مواجهة كورونا الدكتورة إشراق السباعي في عدن. مصلحة الأحوال المدنية تعلن عن 89 حالة وفاة حدثت أمس الأحد في مدينة عدن.
وزير الإدارة المحلية تعتيم ميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها قد يقود الجميع لكارثة كبيرة لا تحمد عقباها. الحكومة توجه من الرياض نداء استغاثة للمنظمات الدولية للمساندة في مواجهة جائحة كورونا في اليمن. من الصحف العربية صحيفة الشرق الأوسط: معارك أبين، حسم غائب ونفور من دعوات التهدئة بعد أسبوع من مواجهات الكر والفر بين الشرعية والانتقال. حملات حوثية تغلق الأسواق والمتاجر لإجبار ملاكها على دفع الإيتاوات. تبرعات إجبارية في صنعاء باسم كورونا ومصادرة هواتف أطباء. الجيش كسر هجوما للميليشيات غرب تعز، مقتل 11 انقلابيا وإزالة 3800 لغم حوثي خلال أسبوع. في مقال للكاتب والصحفي الأستاذ محمد عايش تحت عنوان لجمهور الحوثيين: القضايا العادلة لا يمكن الانتصار لها عبر الكذب أبدا، كتب: لقد ظهرت قيادتكم في أزمة كورونا عارية كما خلقت، ولقد خلقت من طينة الكذب نفسها التي خلقت منها بقية القوى السياسية في اليمن. يستميتون في إنكار وجود كورونا بينما شعبهم يشبع المئات من أفراده يوميا بعد إصابتهم بالوباء. أين هي المشكلة لو اعترفوا بما يعترف به العالم ويقولون نعم لقد اجتاحنا الوباء؟ أولا، لا يستطيعون الاعتراف بانتشار الوباء لأن ذلك سيعني بث حالة ذعر لدى مقاتليهم، وعلى الأرجح فإن أغلب هؤلاء المقاتلين سيختارون العودة لمنازلهم حتى انتهاء فترة الوباء، وبالتالي فإن الجبهات ستكون خلوا من المقاتلين وسيتتبع ذلك أن تكون مهددة بالسقوط. ثانيا، الاعتراف بالكارثة سيجعل الحوثيين ملزمين أخلاقيا على الأقل بفتح المناطق التي تحت سيطرتهم أمام العالم، أمام المنظمات العالمية المهتمة بالصحة والأخرى المهتمة بالإغاثة، وهم يعتقدون بفعل التخلف الذي ولد معهم لا بفعل سوء نواياهم فحسب، فإن العالم ينتظر الفرصة للوصول إلى مناطقهم ولو عبر منظمات الإنقاذ. قياداتكم لا أخلاق لديها، ولو كانت قادرة على تقديم نموذج أفضل من النماذج القائمة لكانت السلطات المستبدة وغير المتحضرة لاعترفت بالمشكلة، فالمسألة تتعلق بالحفاظ على أرواح الناس لا بالحفاظ على السلطة. قبل يومين دخلت في نقاش حاد مع أحد القيادات في أنصار الله، كان مصرا مثل عادتهم كلهم على أن كورونا مؤامرة أمريكية، فقلت له مراعيا لإمكاناته العقلية والثقافية: صحيح، أمريكا هي وراء الوباء، وهذا أدعى أن تتحركوا وتحاصروه وتعلنوا حجم ضحاياه كي يحذر الناس، أليس هكذا تتم مواجهة المؤامرات الأمريكية؟ فرد علي بثقة كبيرة: ليس لدينا مقاتل ولا مواطن إلا ولديه الصحيفة السجادية، يقصد صحيفة الأدعية والمأثورات المنسوبة إلى الإمام السجاد زين العابدين بن علي. قلت له: بارك الله فيكم، ما قصرتم، والقطران فين؟ المهم اتصلت لاحقا بمعرفي في صنعاء فأنكروا جميعا أن يكون لديهم الصحيفة السجادية، وبعضهم قال أنه يسمع بها للمرة الأولى. ما هي القضية العادلة التي ينتصر لها الحوثيون بسلاح الكذب في موضوع كورونا؟ الكذب دائما جريمة يضطر صاحبها إليها ليغطي على جريمة أخرى، ليس هناك على الإطلاق أي حق أو عدل أو خير للناس يمكن أن تجلبه جماعة تكذب علنا تحت الشمس أمام الملايين من مواطنيها، وأمام أعداد هائلة من الأقمار الصناعية التي ترصد اتساع المقابر في صنعاء وبشكل ملحوظ كل يوم. إذن حادثة أمام السواحل اليمنية مؤخرا تبعد عن ربما البر اليمني 75 ميلا حسب التقديرات الدولية لمكان الحادثة، لكن ما خطورة عودة نشاط القرصنة أمام السواحل اليمنية، وأين خفر السواحل اليمني؟ التحالف طبعا العربي كان قد اتهم الانتقال بأنه يعرقل هذه القوة، قوة خفر السواحل،
فيما إدارة أمن عدن أصدرت اليوم بيانا تنفي كل ذلك وتقول أنها مزاعم لا أساس لها. من الصح ما خطورة أن يعود النشاط نشاط القرصنة أمام السواحل اليمنية، وما أهمية عودة خفر السواحل هذه القوة المهمة للغاية، ليس فقط حفظ المياه الإقليمية من القرصنة بل حتى حفظ اليمن من القادمين والمهاجرين المصابين بفيروس كورونا والذين يحملونه معهم إلى اليمن. هناك أيضا مبادرة في هذا الجانب في الساحل الغربي، تم إنشاء وحدة حرس الحدود، ما أهمية ذلك مع كل هذه المخاطر؟ كل هذه التساؤلات نطرحها على ضيفنا عبر الهاتف العميد الركن جميل المعمري المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد جميل. أهلا بك أخي ناجي. إذا مؤخرا أنت تابعت ما حصل أمام الشواطئ اليمنية، عودة النشاط نشاط القرصنة إلى السواحل اليمنية ومضيق باب المندب، ما الذي قد يعنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للقرصنة قد تعود بشكل كبير إذا لم تجد هناك رادع لها في على إطار الساحل اليمني. نحن لاحظنا خلال الفترات الماضية عندما كانت هناك توجد دوريات في السواحل اليمنية بدأت تختفي عمليات القرصنة، أيضا مع تواجد القطاع الحربية الأمريكية وغيرها لحماية التجارة الدولية التي كانت بدأت تهدد من قبل القراصنة الصومال وغيرها، الآن بدأت تنحصر كانت بشكل كبير. لكن عندما نجد أن هناك تعارض أو عدم السماح للدوريات فق السواحل للانتشار على السواحل اليمنية، ماذا ستكون النتيجة؟ بالتأكيد ستكون هناك عمليات تهريب كبيرة للصوماليين الذين بدأوا يتجهون باتجاه اليمن بشكل أعداد كبيرة وهائلة، ومع انتشار مرض كورونا بالتأكيد سيكون هناك انتشار لهذا المرض بشكل كبير، بالإضافة إلى التهريب الذي ستستفيد منه إيران في إدخال السلاح لميليشيات الحوثي وتهريب الصواريخ والطائرات المسيرة وغيره من الأسلحة التي قد تضر الأمن اليمني وأيضا الأمن الدولي وأمن المنطقة بشكل عام. لذلك أنا أعتقد أنه خطأ كبير من قبل الإخوة في الانتقال إذا كان مثل هذه الإجراءات سيستمرون فيها وسيعملون على منع والتحالف أو الخطر السواحل اليمنية في عملية محاربة القرصنة أو عملية منع تهريب السلاح لميليشيات الحوثي، وهذا العمل لن يخدم إلا القوى المعادية لليمن ومنها إيران والحوثيين وأيضا من يعملون على إدخال الأمراض والأوبئة إلى داخل اليمن. لذلك نحن نتمنى أن يعي المجلس الانتقالي حجم الكارثة التي قد تصيب الشعب اليمني وأن يتراجع عن هذه القرارات، فإنها لن تكون في صالحه ولن تكون في صالح أيضا الشعب اليمني. البعض يتحدث أيضا أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة الشرعية ليست مدربة ومؤهلة بالشكل المطلوب، وسؤال ربما لماذا لا يتم الاستفادة من خبرات القوات السابقة التي كانت موجودة من قبل في إعداد وتأهيل هذه القوة؟ طبعا قوات خفر السواحل الآن المتواجدة في اليمن، هناك بعض القوات المتواجدة في المناطق الشرقية أو السواحل الشرقية التي تتبع القوات الشرعية، وهناك الآن بدأت تشكيل قوات خفر السواحل المدربة والمجهزة في الساحل الغربي والتي بدأت سنعود للحديث عنها لاحقا، فقط موضوع الحكومة الشرعية وما تمتلكه من قوات وخفر السواحل في المناطق الشرقية والسواحل الشرقية. طبعا بالنسبة للمتواجد هي إمكانياتهم أيضا محدودة وليست بالحجم الذي تستطيع من خلاله أن تؤمن جميع السواحل اليمنية، لكن مع وجود قوات التحالف الدولي والدوريات التابعة للتحالف الدولي من سواء من سفن أو فرقاطات أو غيرها من السفن الحربية الكبيرة والمجهزة، هذا بإمكانه أن يقوم بتغطية السواحل اليمنية وإيجاد الأمن واستقرار السواحل اليمنية. لكن أيضا إن سمح المجلس الانتقالي بمثل هذه الأعمال،
سيكون هناك عملية تأمين كبيرة، وأعتقد أن التحالف الدولي استطاع في الفترة الماضية من إعداد وتجهيز العديد من القوات، سواء في خطر السواحل أو في القوات البرية أو البحرية وغيرها. لذلك استمرار عملية التجهيز واستمرار عملية التدريب واستمرار الاستعانة بالقوات المدربة السابقة التي كانت لدى الجيش اليمني، أعتقد سيكون هناك قوات نوعية وعمل مهني كبير سيكون لدى قوات خطر السواحل، وأيضا الاستفادة من الخبرات المتواجدة في المنازل التي ربما إن تم استدعاها وإن تم الاستعانة بها سيكون هذا له تأثير كبير في تدريب وتأهيل وإعداد قوات خبر السواحل الحالية. نعم. لو تحدثنا عن ما أشرت إليه أنت من قوات خفر السواحل التي أنشأتها المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي، ما أهمية هذه الخطوة بعد أن رأينا مؤخرا ما يحصل وحصل من قرصنة وأيضا تهريب أسلحة؟ طبعا المقاومة الوطنية في الساحل الغربي هي تعيد أجهزة الدولة بكامل عناصرها. هي الآن تقوم بتجهيز مثلا قوات الأمن الخاصة، قوات الشرطة العسكرية، قوات الاقتحام أو التدخل السريع، وقوات مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها أيضا مؤخرا قوات خبر السواحل. قوات خبر السواحل الآن، أنا عندما كنت في الساحل الغربي في آخر زيارة وكنت لاحظت أن هناك تجهيز كبير لقوات خبر السواحل بالنسبة للأعداد، ما شاء الله أصبحت شبه مكتملة بالأعداد البشرية. الزوارق أيضا الحربية بدأت تتوفر ولم يعد كان هناك غير تسليح تلك الزوارق، وأعتقد أنه قد تم ذلك. لذلك هي استطاعت في عملية تأمين الساحل بشكل كبير، استطاعت إزالة العديد من الألغام ومحاصرة تهريب السلاح على طول الشريط الساحلي ابتداء من أطراف مدينة الحديدة وصولا إلى باب المندب، وأيضا استطاعوا أيضا العمل على إيجاد يعني بيئة آمنة لعمل الصيادين الذين بدأت حركة الصيادين مؤخرا وافتتاح ميناء الصياد في المخا. هذه كل العوامل أدت إلى تأمين المواطن وتأمين عمل المواطنين الذين يعتمدون أغلبهم في الساحل الغربي على عملية الاصطياد، وأيضا أمنت عملية تهريب السلاح الذي كان يتدفق بكميات كبيرة لميليشيات الحوثي. لو أن هناك أيضا أسلحة متطورة من زوارق حربية كبيرة ومن فرقاطات وغيرها، كان بالإمكان أيضا عملية محاصرة وإطلاق الحصار بشكل كامل على الساحل الغربي من ميدي إلى الحديدة. أما من الحديدة إلى باب المندب فهو تقريبا شبه مؤمن 100% من قبل خبر السواحل، لكن أنا أعتقد إن وجدت تسليح أكبر لقوات المقاومة الوطنية فباستطاعها أن تقوم بعمل دوريات كبيرة على طول امتداد الشريط الساحلي اليمني وصولا إلى ميدي، وهذا ربما ينهي عمليات تهريب أي سلاح لميليشيات الحوثي من قبل عصابة إيران التي تقوم بتهريب السلاح. ربما أثبتت الأيام وما زالت تثبت على صوابية هذا القرار الذي اتخذته القيادة في الساحل الغربي من إنشاء وحدة خفر السواحل، لكن ما لاحظناه حينها أن هناك كانت موجة إعلامية تحريضية ممن يفترض أنهم رفقاء الكفاح ضد ميليشيات الحوثي. ربما قد نعي أن ميليشيات الحوثي متضررة من ذلك، ولذلك أن تروج لإشاعات وما إلى ذلك قد يكون منطقيا، لكن من هم رفقاء السلاح ويروجون لكل تلك الأكاذيب التي رافقت تشكيل هذه القوة، ما الهدف؟ طبعا دائما الفاشل هو يحاول أن يظهر خصومه بأنهم فاشلين لكي يبدي على الأقل بأنه يعني ناجح نوعا ما، وهذا ما تستخدمه سياسة إعلام رفقاء السلاح. من أسميتهم رفقاء السلاح هم للأسف لم يصبحوا بالفعل رفقاء السلاح، أصبحوا اليوم يسلمون السلاح لأعدائنا، وأصبحوا اليوم يتآمرون في أغلب المناطق ويتساقطون في أغلب المناطق، وتشعر أن هناك مؤامرة كبيرة تدار مع أعدائنا وهم ميليشيات الحوثي. لكن هذا لا يهمنا، نحن بقدر ما يهمنا هو تفاعل الشارع اليمني مع المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية، وهو تعاون أبناء الشعب اليمني وتكاتفهم وتآزرهم
واندفاعهم للتوجه الى الانضمام الى المقاومه الوطنيه حراس الجمهوريه، هذا الشيء الذي يرفع معنوياتنا والذي ادى الى اليوم تكوين جيش يمني حقيقي متواجد في الساحل الغربي، استطاع من خلال تواجده ليس فقط من تحرير المناطق وانما من تامين المناطق، انما من اعاده اعمار المناطق. المدن السكنيه اليوم تبنى، اليوم المخا اصبحت لاول مره منذ اكثر من 7 سنوات الكهرباء والعه، واصبحت المنشات التابعه للسلطه المحليه اليوم تسلم للادارات يعني هناك دوله تشعر اليوم ان هناك في المخا بقياده العميد القائد المناضل الاخ طارق صالح. بكل امانه نقولها انه استطاع ان يشعرنا انه استعاد ولو يعني المناطق التي سيطر عليها لا تشعر نهائيا ان ليس هناك دوله، هناك الدوله فقط في هذا المربع المتواجد فيه قوات حراس الجمهوريه، هنا الدوله وهنا النظام وهنا الجمهوريه، وهذا هو النموذج الذي نتمنى ان يعمم على كل مناطق اليمن. هذا النموذج الذي الان اكبر اعدائه واكبر من كانوا يقفون ضد الاخ العميد طارق صالح او ضد حراس الجمهوريه اليوم يتوجهون للانضمام الى حراس الجمهوريه. من هذه النماذج يعني النماذج المشرفه هي التي تجبر الكل ان يلتحق بمثل هذه المقاومه او بمثل هؤلاء الجيوش التي تبنى بشكل صحيح. اما النماذج السيئه التي حدثت في اغلب المناطق اليمن، واعتقد انك تعرف المناطق الاخرى، راينا نموذج سيء للجيش اليمني، راينا نماذج سيئه للتخاذل، نماذج سيئه للانهزام، نماذج سيئه يعني ادت الى انسحابات كثير من الافراد، ادت الى تهبيط معنويات المقاتلين، واصبح الشارع اليمني لا يعول على مثل هذه القيادات او على مثل تلك. وضحت وضحت الفكرة العميد الركن الجميل المعمري الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نكمل بعده بقية الحلقة. إلى موضوع آخر، هذه المرة من محافظة تعز بالتحديد من التربة. هناك إدارة مستشفى التربة أطلقت نداء ربما للاستعانة وأيضا نداء لتقديم الخدمات لهذا المستشفى الذي يخدم الكثير من الأمور ربما، وحتى الصحف تحدثت عن الوضع الذي يعيشه مستشفى التربة، وأيضا هذا المستشفى الذي يخدم كثير من المواطنين والمنطقة المكتظة سواء بالسكان أو حتى بالنازحين إليها. للوقوف أكثر على هذا الموضوع وعلى احتياجات مستشفى العام في محافظة تعز في التربة بالتحديد، يسرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن أحمد صالح، مدير عام مستشفى التربة في تعز. أهلا بك دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك، خوات مباركة على الجميع إن شاء الله. علينا وعليك وعلى كل السادة المشاهدين. بداية لو أطلعتنا على الوضع الطبي للمستشفى وأيضا للكوادر الموجودة فيه وما يعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستشفى خليفة هو إحدى المستشفيات العامة في محافظة تعز، ونقدر نقول أنه المستشفى له من بداية 2011 يتحمل أعباء كبيرة جدا في المترددين في ظل عدم وجود تقديم الخدمات على مستوى المحافظة نتيجة الإشكالات والحروب اللي كانت في مراكز المحافظة، وتحمل العديد في ظل معوقات كثيرة جدا، سواء كانت معوقات بشرية في غياب كادر تخصص نوعي أو الجانب المادي أو التجهيزات. لكن نحن عملنا خلال هذه الفترة طيلة الحرب لاستقبال العديد، ونقدر نقول أنه المستشفى اليوم هو المستشفى الوحيد لتقديم خدمات لأكثر من 1,200,000 من السكان على مستوى 3 محافظات من 3 مديريات من محافظة تعز ومديريتين من محافظة نحت. اليوم مستشفى خليفة يضاف إليه في هذا الوقت الراهن في ظل تفشي وباء الكورونا كوفيد 19 عبء كبير جدا، لانه هو الوحيد البوابه الرئيسيه للمنافذ الجنوبيه لمحافظه تعز.
نعلم كثيرا، كلنا نعلم انه المستشفى المحادث هذا سيكون هناك استقبال، ونتوقع خلال هذه الفتره ونحن في اجازه العيد جميع الناس الفاطنين في المناطق الجنوبيه المحرره هم من ابناء تعز وبالذات من ابناء مناطق الحجريه بشكل عام، سيكون هناك اعداد كبيره تاتي الينا، ونتوقع في ظل انتشار هذا الوباء على مستوى محافظه الجنوب بالذات محافظه عدد اللي قد هناك اعداد مرصوده ومؤكده، سيكون طبعا علينا ضغط كبير في ظل نقص حاد في الامكانيات سواء كان التجهيزات على مستوى تامين الكادر الصحي او تقديم الخدمه. ولهذا نقول على الجميع في مثل هذه الحاله ان يكون يقين المجتمع والسلطات المعنيه سواء كانت السلطات الامنيه او السلطات المحليه والمجتمع المدني لان يكونوا متعاونين معنا في الحد من تدفق الناس على المنافذ ودخولهم الى عبر تنظيم واعداد معروفه بحيث انه المناطق المبوءة نقدر نعمل حصري لا قدر الله انتشار الوباء بشكل كبير. جميل دكتور عبد الرحمن فقط من اجل لا يسرقنا الوقت دكتور عبد الرحمن ان كنت تسمعني. أنت أطلقت وكإدارة المستشفى أطلقت نداء استغاثة للسلطات المحلية وللحكومة وأيضا المنظمات الدولية، ما هي الأسباب؟ الأسباب نحن اليوم نواجه هذه الكارثة العالمية في تفشي الوباء القاتل، أن نحصل لدينا أيضا تحمل عد كبير إضافة إلى ما نحن نعاني منه من في ظل منظومة صحية هشة، نتمنى من السلطة ذات العلاقة سلطات على مستوى الإدارة وكذا الحكومة وأيضا المنظمات المانحة الداعمة الدولية والمحلية أن يقفوا معنا في توفير الإمكانيات التي نستطيع أن نتعامل مع حالات قادمة إلينا ربما تسبب الأذى على مستوى الكادر وعلى مستوى المواطن في إطار هذه المدينة. جميل، هناك حديث أنكم استقبلتم 4 حالات خلال الأسبوع الماضي لها أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، ما حقيقة ذلك؟ وكيف تعاملتم معها؟ نعم نحن استقبلنا ليس 4 حالات وإنما 6 حالات. تصحيح المعلومة، هذه الحالات هو اشتباه كوفيد 19 تعاملنا معها وفق إمكانيات محدودة طبعا بالتواصل والتنسيق مع فرق الترصد الوبائي وفرق الاستجابه الطارئه على مستوى المديريه والمحافظه. ونحن طبعا زي ما قلت لك لا يوجد اساسا حجر صحي لفرد الحالات قبل وصولها الينا، اليوم هذه الحالات تصل الينا دون تنظيم فيفاجئ الطبيب ان تكون امامه حاله يتعامل معها. نحن في ظل عدم وجود تامين كامل للكادر ستكون هناك كارثه على مستوى الكادر، ربما لا قدر الله يحصل كما حصل في مشافي عدن كثير من الكادر الطبي طبعا نفد نتيجه عدم وجود سلاح امن له لمواجهه الحاله. تقصد انه لا وجود لاجراءات الوقايه دكتور، فقط من اجل ان يفهم المواطن اكثر والمستمع اكثر، تقصد ان الكادر الطبي ليس لديه السترات الواقيه والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذه الحالات؟ ليس لديه ستر واقيه وليس لدينا ايضا وسائل تشخيصيه حتى نصل الى تشخيص اولي نستطيع من خلاله طبعا التعامل مع الحاله بشكل هل هي كورونا او غير كورونا، لكن نحن اليوم نتعامل باعلى علامات واعراض وبالتالي نحاول نرسل عينات من هذه الحالات الى المركز المحافظه مقتبل المركزي الذي هو اساسا الان يستقر المحاليل الى اليوم اكثر من 4 عينات في المقتبل المركزي لم تاتي الينا النتيجه بسبب عدم توفر المحاليل لديه في جهاز البي سي ار. اضافه الى انه اليوم لا زالت مديريه حمايتين لا زال الوعي المجتمعي يتهاوى وزال الوعي المجتمعي يتعامل مع هذه الكارثه بشكل مستهتر ولا ومتهاون، لا زالت الاسواق تكتظ، لا زالت المولات موجود فيها الناس، لا زالت الاسواق مكتظه، لا زالت الجوامع كثير من الحالات هذه كمان، ولا زال المستشفى ايضا ما قدرناش ايضا نوصل مع المجتمع لوعي كافي لانه هناك فعلا كارثه ان شاء الله لن تحصل بشكل الذي يتوقع، لكن على المجتمع وهذه رساله ايضا للمجتمع
نعيم سيدته، وان لم يخرج الى هذه الاسواق الا للاحتياجات الضروريه والملحه. دكتور عبد الرحمن، هناك حديث بان السلطات المحليه في المنطقه تتدخل بشؤون المستشفى وتصادر حتى ايرادات المستشفى وتستقطع من ايرادات المستشفى عوضا ان تذهب هذه الايرادات لخدمه المستشفى ولتطويره وتاهيله، ما حقيقه ذلك؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح، طبعا هذا كان نقلا عن صحيفه الشارع لما اوردته في صفحتها اليوم. لا، لانه اساسا خدماتنا احنا وايرادتنا هي اساسا مجانا للمواطن. وما بقى يبقى في تحسين خدمات، فقط ما يحصل من السلطة المحلية هو أخذ ما هو باللائحة المالية اللي ما يسمى رسوم المشتركة، هذا وفق لائحة السلطة المحلية. جميل. الدكتور عبد الرحمن أحمد صالح، مدير عام مستشفى خليفة بالتربة تعز، كنت ضيفي عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك على كل الإيضاحات، ونتمنى من السلطات المعنية أن تبادر لتلبية نداءاتكم العاجلة وإنقاذ مستشفى خليفة وإنقاذ حتى المواطنين هناك من الحالة التي وصل إليها المستشفى ودعمه بكل ما يحتاج. شكرا جزيلا لك دكتور، الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.